بقدر التحية بحضراتكم، وزي ما نوهت في بداية الحلقة النهاردة ضيف الكريم هو الفلاح الفصيح والأستاذ مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، وحوار حول قضايا الفلاحين ومشاكلهم وهمومهم، وأيضا ما الذي يتمنوه غدا في حوار السيد رئيس الجمهورية. في البداية برحب بضيفي، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ محمد، وكل سنة وأنت طيب وأنت طيب وكل فلاحين مصر بخير يا رب. لا كل فلاحين مصر إن شاء الله بخير، يعني بخير طول ما حاطين ايدهم على الارض بخير. ما الذي تتمناه كفلاح من حوار رئيس الجمهوريه غدا؟ يعني منتظر منه ايه كفلاح؟ يكلمك عن ايه؟ على الانتاج. نعم. يوضع سياسه تسويقيه للمحاصيل الزراعيه في مصر تتواكب وتتناسب مع التكلفه الحقيقيه للانتاج الزراعي نفسه. وكل محصول على حده. يعني كل محصول يبقى ليه، يعني لابد ان احنا ناقصنا هنا عمليه السياسه التسويقيه للمحاصيل الزراعيه. فلابد ان الدوله تتدخل، وبنطلب من السيد رئيس الجمهوريه ودي طلبناها من القيادات قبل كده، ان هو عشان خاطر نبقى دوله منتجه ونعتمد على رغيف عيشنا بايدينا، لابد ان احنا نحاول ننتج ما يكفينا من غذاء. الفلاح المصري كفيل وعنده الاستعداد ان هو يعمل اكتفاء ذاتي من كافه المحاصيل، وسبق كافه المحاصيل، كافه المحاصيل على المساحه الزراعيه اللي هي 8.5 مليون فدان الموجوده، يعمل لان 17000 فدان. نعم. والفلاح النهارده المصري خلاهم 22-23000 فدان، لان احيانا بيزرع الزرع 3 مرات في السنه. نعم. خدت بالك؟ لو اتلقى فيه مجزي بدل ما يسيب الارض بايره، عشان مش هتجيب يعني عندك في الصيف محاصيل الصيفيه كلها اكترها محاصيلها ما تتناسبش مع العمليه الثمن التكلفه، يعني التكلفه، فبالتالي في اكتر ناس بتسيب الارض بايره في محاصيل الصيف. فبالتالي انت يعني ايه بتجهد او بتضيع ثروه على البلد. انت عايز الحكومه تحدد انها تشتري لا تعلن السياسه التسويقيه لكل محصول وتحدد هناك الحكومه، يعني احنا بنقول الحكومه هي قاعده عشان تعمل خطط ونظام للتسويق ونظام للدوله تمشي ازاي، واحنا علينا التنفيذ. نعم. طبيعتك لان فيها خبره وفيها سياسيين وفيها ناس بتقدر. يقول لك الفدان لما الفلاح يعرف ان هو هيزرع الزرعه، لما مثلا يقول لك مثلا دب الذره هناخده ب 2100 من الفلاح، طب مين اللي هياخده؟ خدت بالك؟ وفين السياسه بتاعته؟ نعم. فبالتالي الناس ما بتبقاش عندها ثقه، لكن لما يبقى في قرار، الناس دلوقتي ما عادش عندها ثقه في حاجه الا اذا كان الرئيس يقول ان احنا هناخد ده وبكذا. خلاص ما دام الرئيس قال يبقى هتتنفس. خدت بالك؟ فاحنا بنقول بنتمنى من الرئيس النهارده ان هو يكلف الحكومه، يكلف الدوله، يكلف الدوله الحكومه بانها توضع سياسه تسويقيه للمحاصيل الاستراتيجيه بالذات اللي هي موجوده في مصر، زي القصب السكر، زي البنجر، زي القمح، زي الذره، زي الرز، لان احنا دلوقتي داخلين على كارثه ولابد ان احنا نستوعبها. كارثه الرز؟ كارثه الرز. ما هو بدء موسم الحصاد في شهر 9 والحكومه هتشتري مليون طن. يا محمد السنه اللي فاتت في موسم الرز تدخلت في بعض القنوات الفضائيه واتكلمت وقلت يا وزير تموين انت عندك الشركه القابضة فيها اكبر مضارب للرز على مستوى الجمهوريه واجي بحري. نعم. وعملي حسبه بسيطه ان انت لو خدت 3 مليون طن من الفلاح خدتهم سوقتهم دخلتهم 3 مليون طن في 2000 جنيه كان الفلاح بيتمنى، رغم تكلفه الطن اكتر من 2000 جنيه وكان الفلاح بيتمنى ان تاخد منه ب 2000 جنيه. ب 2000 جنيه بس. ب 2000 جنيه. لو خدت 3 مليون طن هياخدهم ب 6 مليار. 6 مليار جنيه. 6 مليار ماشي، هيعملوا 2 طن وطن ورز ابيض، 2 طن 2 مليون طن رز ابيض، الطن المليون طن هينباع ب 10 مليار، ب 10 مليار بره. هتصدروا بره. بدل ما تسيب انا ثروتي ثروه البلد في ايد ناس بتستفيد منها. المحتكرين. يبقى هنا انت الدوله اللي صدرت واستفادت وكسبت والفلاح استفاد. هنقول ال 4 مليار استفادت منهم غطت منها مصاريف وصيانه المضارب والحاجات ديت والعمال والاجور، ووفرت اجور العمال اللي هم قاعدين ما بيقبضوا من غير شغل، هم اللي هم على الدوله النهارده. والمليون طن الثاني دخلوا على بطاقه التموين ب 2 جنيه ولا 3 جنيه بنت، خدت 3 مليار ثاني، وفي نفس الوقت وفرت سلعه رخيصه ورز كويس مش مضروب ولا ملعوب فيه ولا غيره، يبقى انت اللي مصنعه بايدك وعامله. مفيش حد استجاب. جينا في شهر 2 لما بدا الرز في شهر 1 كده، لما بدا الرز يطلع 2000 جنيه الشعير، طلعنا برضه في التلفزيون
وفي الجرايد وقلنا هناك كارثة قادمة، لابد ان الدولة تستشعر بان هناك كارثة قادمة. هناك لعبة بتتلعب، يعني انتوا نبهتم وحذرتم في أزمة الرز. قلنا هناك لعبة بتتلعب، أزمة الدولار ما نفعتش، دخلونا في الأزمة عشان نخلقوا مشاكل في الصيف. فبدأت الناس ما فيش حد يستجيب، بدأ الرز يطلع من 2000 يطلع ل 2100 ل 2200 2300 وصل 4000 شعير. أصبح الفلاح النهارده اللي كان هيزرع قطن أما غير مساره وراح زرع رز، زرع رز، اللي هيزرع ذرة أما غير مساره وزرع إيه؟ رز. رز، أصبح مساحة الرز كبيرة، في مشكلة مية، أزمة مية، بدأت الناس تتعارك مع بعضها وتعمل مشاكل. خدت بالك؟ ليه؟ لأن إحنا ما عاوزين السياسة التعليمات تيجي من فوق تقول لك اعمل كذا. طب وتنفع تيجي السياسه والتعليمات من فوق؟ خد بالك، فانت في حيازه انت مفتتة؟ انت انت ما انا بقول لحضرتك اهو، دخلنا دلوقتي هنيجي دلوقتي بعد شهرين ونبدا الرز هيبقى ب 15 8 حصاد الرز. طب ايه اللي الدوله قالته بقى عشان ناخد الرز من الفلاح؟ هيبدا التاجر، الدوله ما بتتدخلش او القيادات المسؤوله في الدوله ما بتتدخلش الا بعد المحصول ما يبقى بايد التاجر. خدت بالك؟ يبدا التاجر يضغط على الدوله عشان تطلع اسعار، مش الفلاح. الفلاح عمره ما ضغط على الدوله في حاجه، بس التاجر بيشتري من الفلاح بسعر بخس. لا بسعر بسعر ده بيطلع ايه 1600 جنيه ده في ساعات 1500 وما ادوش فلوس دلوقتي، وما ادوش الفلوس دلوقتي، لا يقول له استنى ما بيحتش، الدوله ما خدتش ما عملش، والفلاح ما بيصدق انه يخلص لانه ما عندوش النهارده. الفلاح ما عادش عنده اماكن يخزن فيها، يخزن فيها لا دوار ولا غيره. الدوار البيت اللي كان فيه خمس ست اوض اتهد واتبنى، عمل لكل عيل اوضتين وجوزوا فيهم. فاصبح الاوضه مش هيجاب، فهو دلوقتي بيضمه في الغيط بدل ما يسيبه في الغيط ولا يسيبه قدام البيت يتسرق ولا حاجه، يحطه قدام البيت ورصه. فبيصدق تاجر يجي، فبيصدق يجي تاجر يشيله ويديهم له، اللي هو فايض عنه بيدخله له ويديه له على طول. فاحنا هنا في كارثه، المفروض ان السياسه التسويقيه تعلن قبل زراعه المحصول عشان خاطر ننتج. احنا دلوقتي على كلام واحصائيات وزاره الزراعه ان احنا بننتج 9 مليون طن قمح. قمح. ماشي؟ بننتجه. وبنستورد 6. وعلى احصائيات الدوله ان احنا بنستورد 9. احنا المفروض استهلاك ل 15 زاد. خدت بالك؟ احنا بقول لك استهلاك 15. طب دلوقتي يا استاذ محمد لما نيجي نتكلم برضه في حكايه الاستهلاك والبتاع دي، احنا الاستهلاك الفعلي لما تيجي تدور على كلام مؤشرات وزاره وزير التموين ان احنا بنستهلك في اليوم حوالي 20,000 طن دقيق كل يوم. على اساس ان احنا بننتج حوالي من 240 مليون رغيف في اليوم. على اللي هو الاستهلاك اللي هو الاستهلاك اللي هو على البطائق التموين اللي هي معموله دي. طب احنا ليه يعني عشان خاطر يعني نعمل توفير في العمله الصعبه ونوفر في طب ليه احنا القمح اللي احنا خدناه من الفلاح المصري اذا 5 مليون طن ولا 6 مليون طن، لما تيجي تحسب العمليه دي هتوصل في حوالي 7 مليون طن. يبقى احنا لما ناخد 7 مليون طن من الفلاح المصري او خدنا منه 6 مليون وهنستورد عليهم مليون، يبقى 6 مليون دولت، 7 مليون دولت للاستهلاك بتاع البطائق التموين. ماشي؟ بدل ما الدوله هي اللي تستورد بقى وتحاول تجيب دولار، والناس اللي هم اصحاب اللي هم بتاع الحلويات واللي بيعمل واللي بيخلوا والحاجات ديت يستورد بقى معرفته، وانا اشرف عليه انا. نعم. كدوله عشان يدخل لي بضاعه جيده. خدت بالك؟ طول ما الدوله هي اللي بتستورد بتخش البضاعه الرديئه والبضاعه الكويسه والبضاعه الوحشه. ما هي بتجيب القمح بره تخلطه مع القمح بتاعك. ما انا بقول لحضرتك لا انا عاوز اكل الشعب المواطن المصري بتاعي الحاجه النظيفه. اللي هو قمح الفلاح. انا بقى لما اجي بقى عشان خاطر انت هتستورد، صح، فاتح مصنع حلويات، فاتح مصنع عيش، فاتح بتاع، هتستورد دقيق قمح من بره عشان تعمله دقيق ولا غيره، يبقى انا هنا مشرف عليك، انا اجيب اجود الدقيق من بره وانضف حاجه. خدت بالك؟ عشان تدخل حاجه نظيفه يبقى دي حاجه حلوه. ولا انا الكلام ده معاك انتوا بقى لما بتقولوا ده كجمعيه لوزاره التموين مثلا او وزير الزراعه، كل اقول لك حاجه بتلاقوا استجابه؟ لا هو كل وزير عاوز ينجح في وزارته ويحدد يعني ملوش دعوه بالوزاره الثانيه، ولا ملوش دعوه بالوزاره الثانيه. انت فاهمتك؟ تيجي تطلع تلاقي قرار طلع خاص بالزراعه طالع من وزير التموين، طالع من وزير التجاره، وهو خاص بالزراعه. انت فاهمتك؟ قصدك ما فيش تنسيق بين يعني الوزارات. وزاره الزراعه المفروض وزاره الزراعه ديت لما نيجي نتكلم لابد ان في خمس وزارات لازم يخدموا عليها. وزاره الزراعه. وزاره الزراعه، لان هي دوله وزاره منتجه. وليست وزاره تسويق. خدت بالك؟ عشان بس احنا ظروفنا حقنا بيروح، لان احنا دايما اللي الناس بتقوم متجهه على وزاره الزراعه وتكال، وزاره الزراعه في ايدها ايه؟ ان هي بتقعد ساكته، لان لو اتكلمت هتتكلم في حاجات ياما. فبتقول لك بتاخد التهم وتنها واقفه عليها. لكن انا دلوقتي لما اجي اسوق قمح
وزير التموين عليه يضع الاليات، وزير الزراعه عليه يضع الاليات بتاعت التسويق، ومين اللي عليه يدبر المبالغ ويستلم ويعمل؟ وزاره التموين ووزاره الماليه دول الوزارات اللي مسؤوله انها تاخد الايه؟ تتخدم على وزاره الزراعه. بس حضرتك بتقول حاجه مهمه جدا، انا اول مره اسمعها. بتقول الفلاح المصري قادر على 8.5 مليون فدان انه يحقق لمصر الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسيه. بينما احنا بنستورد كل حاجه. احنا لان احنا مش هقول لك حاجه بقى. طول ما انت ماشي غلط بتستفيد. في مصر بالذات. قصدك الوضع الغلط ده شوف بيفيد ناس كتير. بيفيد ناس كتير. بتاع المرور لو الطريق ماشي سليم والطريق ماشي حلو مش هيستفيد. خدت بال حضرتك؟ بتاع المرافق لو الناس دخلت وحطت في مراكنها ومفيش حد طلع على الطريق وبتاع مفيش حد هيستفيد، فاحنا دايما نستفيد من الخطأ. ما نستفيدش. اذا في ناس من مصلحتها استمرار هذا الخطأ. فلا بد ان يكون هناك نظرة للعملية دي، ان احنا ما نقعدش نستفيد من الاخطاء، بنعمل الخطأ عشان نستفيد منه. طب هل احنا انتوا شايفين كفلاحين عندنا مشكلة مية؟ مشكلة مية لا تحسوا بيها؟ احنا مش حكاية عشنا بيها، احنا لابد ان احنا أي حاجة بتهم السياسة في الدولة بتعمل لنا أرق احنا كفلاحين، لأن بتأثر علينا كلنا. بتأثر علينا كفلاحين وكمنتجين. مشكلة سد النهضة ومشكلة المية رغم ان سد النهضة لسه دوره ما اتفعلش لحد دلوقتي، ورغم بس هيبدأوا بالتخزين. ماشي، بس انا بقول لك ان هو الظروف السنة دي، ان السنة اللي فاتت فيضانات السنة اللي فاتت كانت ضعيفة. ضعيفة جدا. فبالتالي المية انخفضت. فبدأت الناس تتكلم، يعني بدأت الناس المقرضة تقول لهم السد النهضة أثر، ولابد ان كانت برضه الأجهزة الإعلامية والدنيا تقول ان مفيش سد النهضة لسه ما اشتغلش عشان يأثر. خدت بال حضرتك؟ يعني برضه لازم تبقى يعني النشرات تتكلم، يعني زي ما بنتكلم في الفضو والمليان نتكلم في دي. خدت بال حضرتك؟ لكن شايف كفلاحين؟ لا كفلاحين لا، هي اتأثرنا بيها طبعا. الرأي اتأثرتوا. اتأثرنا، هو احنا بقى دلوقتي احنا شوف الوليد الحاجة وليدة الاختراع. احنا برضه عندنا مياه صرف بنسيبها تنزل في الايه؟ في المالح. مياه الصرف ديت والدول الاوروبيه كلها بتعالج المياه، فرنسا بتعالج المياه الصرف بتاعتها وترجعها تاني للشرب وترجعها لكل حاجه. فاحنا لابد ان احنا برضو العلماء عندنا يبداوا يتجهوا يعملوا انت عايز تصلح في المنظومه. مياه الصرف ديت تبدا تتعالج وتراجع وترجع تاني تستعملها تاني. يتم يعني الافرازات والاملاح هي معالجتها تتعالج، هو المسمى ده تتعالج المياه وترجع تاني تتعامل في الزراعه. يتم اعاده انتاجها تاني للزراعه. تتعامل للزراعه تاني. للزراعه. لان انت بتستهلك حوالي من تلت يعني تلت الميه ولا تلت الميه الزراعه ولا ربع ميه الزراعه بتستهلك في الصرف. في الصرف. فترجعها تاني. طيب والري بالغمر مش مفروض نخلص منه؟ ري الغمر الاراضي القديمه. اراضي وسط الدلتا. اراضي وسط الدلتا ديت يعني هي ما يعني تمشي معاها ديت وتمشي معاها ديت بعض الزراعات. بعد الزراعات فيه. يعني ما ينفعش هناك نطبق اساليب حديثه زي الري بالتنقيط. تنفع كل حاجه، يعني دلوقتي بداوا يعملوا حكايه الري تطوير الري اللي بيتعمل ده اللي هو الصندوق الاوروبي بيدعمه، فبيتعمل عشان يقلل من حكايه الميه، يقلل من حكايه الايه؟ الميه، يعني الميه توصل ما فيش استهلاك ولا في ترشيح ولا غيره، تمشي في حواض او في مواصل لحد ما توصل الارض وتنزل وتعمل. المرحله الجايه يعملوها مثلا بالتنقيط عادي، يعني احنا مع التطور. الفلاح المصري بيبحث دايما للتطور، الفلاح المصري دايما بيبحث على الحاجه اللي هي تجيب له دخل زياده. انتاج زياده. لكن احنا المشكله بس الفلاح النهارده بيعاني. لا بيعاني، الفلاح شوف يا محمد بيه مفيش حد من يوم 25 يناير 2011 لحد دلوقتي ما استفادش غير الفلاح المصري اللي ما استفادش. الفلاح المصري الوحيد اللي ما استفادش. اللي راجع لورا. رجع لورا بدليل ان طن الرز كان قبل 25 يناير الدوله بتاخده منه ب 2000 وب 2000 ونص سابته ب 1000 ونص. يعني بقى شوف بقى الدنيا الاسعار زادت اضعاف اضعاف والجنيه تراجع والاضعاف وحصل تضخم في السوق بسبب الزيادات اللي بدون انتاج. انت متزود مرتب وتزود فلوس وتضخ فلوس ومفيش انتاج بتعمل تضخم في السوق طبعا. فبالتالي الجنيه المصري فقد قيمته. خدت بالك؟ انت لما بتزود موظف 200% وبتزود ده 10% فبالتالي اجره العامل بره بتزيد ابو 20 بقى ب 50 وبقى ب 60. طب انا الفدان بياخد مني اللي كان بيصرف 1000 جنيه بقى بيصرف 2000 2000 ونص وثلاثه. فاصبحت زياده التضخم بتاع وبالتالي اصبح المحصول بينزل. القطن المصري كان بيوصل 2000 وصل 2000 جنيه 1800 جنيه في 2011 ولا 2012 النهارده ما بنبيعه بالعافيه والدوله متدخله ب 1100 ولا ب 1250 ماشي. طلع النهارده زراعه القطن تقهقرت ونزلت تاني ل
النهارده ال 100,000 فدان، بعد ما كنا بنزرع مليون ولا 2 مليون بدانا ننزل 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 لما وصلنا مليون. ما هو بيقول لك انت بتعمل قطل طويل التيله وبره عايزينه قصير التيله. شوف يا ريس، لا ده بره عاوز طويل. اسف، بره عايز طويل وانت بره عاوز طويل واحنا بنزرع طويل. ده هنا اللي بيقول لك جوه عاوز قصير. اللي جوه عاوز قصير، رغم ان احنا بنقول ايه؟ محمد علي باشا لما دخل القطن مصر خدت بالك كنا بنصدره كله بره. نعم. فجيه طلعت حرب قال احنا ليه ما نصنعش حاجتنا عشان نعرف نستفيد، فعمل الغزل والنسيج، نستفيد من ايه؟ من الفائده المرتده دي، خدت بالك؟ القيمه المضافه، القيمه المضافه. فبدا يقول عمل بنك مصر وعمل منه مصانع الغزل والنسيج في مصر. خدت بالك؟ عملها على قطن ايه؟ طول التيل. طب اخد بس اتصال تليفوني، عبد الحميد من كفر الشيخ، اتفضل يا استاذ عبد الحميد. السلام عليكم يا باشا. السلام ورحمه الله وبركاته. الاستاذ مجدي مع حضرتك. ايوه. مساء الخير عليكم جميعا. الله يمسيك بالخير يا حبيبي، كل سنه وانت طيب. الله يخليك. عبد الحميد من مركز بيله محافظه كفر الشيخ. اهلا بيك. انا بمسح الاستاذ مجدي لانه راجل محترم. الله يكرمك يا عبد الحميد. سؤالك يا قمر. سيادتك، جمعيه الجعلاليه للاصلاح الزراعي. اهلا وسهلا. حضرتك عارفها يا استاذ مجدي صح؟ اه عارفها. كنا عايزين حضرتك زياره لها بس لتفقد شويه حاجات فيها كده. ده تحت امرك. تحت امرك. طيب حضرتك. طب مشاكلكم ايه في كفر الشيخ كفلاحين؟ نعم. مشاكلكم ايه في كفر الشيخ كفلاحين؟ مشاكلنا سيادتك يا باشا احنا عايزين. نعم. سامعك. بقول لك مشاكلنا في كفر الشيخ كفلاحين. الاستاذ مجدي عارف جميع المشاكل اللي موجوده في كفر الشيخ. الاستاذ مجدي عارف جميع المشاكل، وانا ما صدقت ان اني اتقابل فيها على التلفزيون واشوف. طيب باشا انا بشكرك، وكنت اتمنى ان انا اسمع المشاكل على لسانك انت، بس نطلع فاصل قصير. التليفون بتاعي مع كل يا عبد الحميد، لو انت عاوز تتواصل معايا التليفون موجود يعني. خلونا نطلع فاصل قصير وبعد الفاصل نكمل حوارنا مع استاذ مجدي الشراكي رئيس الجمعيه العامه للاصلاح الزراعي.